الوحش المولود في الحفر مع الحيوان، فينصحاه باستحاب غانية من المعبد، فالغانية تروده، الصياد يقودها إلى مورد الماء حيث كان يجب أن يحضر أنكيل. جاء الفطير إلى مورد الماء، جاء أنكيل. الرجل الوحش المولود في الحفر مع الحيوان، فينصحاه باستحاب غانية من المعبد، فالغانية تروده، الصياد يقودها إلى مورد الماء حيث كان يجب أن يحضر.